تيجي نخش في الجد على طول. يلا بينا نخش في الجد على طول. واحنا بنتكلم بره قلت لي انا معايا حاجه للهدف بتاع محمد عبد المنعم ما حدش شافها قبل كده خالص. كل الكادرات اللي اتاخد منها الهدف بما فيهم كادرات دي كانت صعبه جدا ما انتشرتش من مدرجات جماهير الوداد كمان الناحيه العكسيه اللي احنا كنا موجودين فيها كريم في المقصوره او الدرجه الثالثه يمين بتاعه الوداد اللي كان فيها جمهور النادي الاهلي الناحيه الثانيه خالص الكادرات اللي اتاخد منها. وهنشرح الجول واقول لك بقى تفصيله او ايه اللي حصل واحنا ما اتكلمناش فيه طبعا قبل المباراه طلعنا هنا لكن ما اتكلمناش فيه قبل المباراه حرصا على مصلحه النادي الاهلي وايه اللي حصل في المران فيما يخص الهدف تحديدا وايه اللي حصل ما بين كولر وبين محمد عبد المنعم وبين محمد هاني حمدي فتحي رامي ربيعه فيما يخص كره الهدف. نبتدي نعرف بس الهدف من الكادرات بتاعته دي الكادره ده الكادره اللي جه في التلفزيون. وخليني اشرح لك الجول الاول هات لي الفريم الثاني على طول الفريم الثاني على طول وبعدين نقول ايه اللي حصل في التمرين الاخير للاهلي قبل المباراه. بص يا كريم الجول كله يتلخص في اثنين لعيبه ما خدوش حق في اثنين فردين ما خدوش حقهم خالص. كل الناس ركزت على الكروس بتاع معلول والهيد بتاع محمد عبد المنعم رقم واحد السكرين بتاع عمرو السوليه. ارجع تاني معلش الفريم اللي قبليه هتلاقي ان عبد المنعم المفروض ان في المان اللي ماسكه ارسن زولا لاعبي الوداد يحيى جبران ماسك عمرو السوليه. القصه كلها والتريك كله معمول ان عمرو السوليه يحجب الرؤيه للحظه في توقيت معين عن ارسن زولا لما يحاول يوصل لمحمد عبد المنعم لازم يلف من وراه ما ينفعش يقطع عليه مباشره. هات الفريم اللي بعده على طول. يخرب بيت العظمه برافو عليكم قاطع عمرو السوليه هنا ممسوك من يحيى جبران ارسن زولا عبال ما ابتدى يحاول يروح خلاص الموضوع راح ما بقاش ماسك محمد عبد المنعم. نوصف للناس عمرو السوليه واقف على نقطه الجزاء ومعاه زولا صح كده زولا اللي مع عمرو السوليه ويحيى جبران اللي ورا عمرو السوليه هو ارسن زولا المدافع المكلف برقابه محمد عبد المنعم عند نقطه الجزاء تمام قطع محمد عبد المنعم كمل هات الفريم اللي بعده لما ابتدى يقطع اللي نازل على رجلين الاثنين على الارض بالقدمين ثابتين اليمين والشمال هو سامبو مهاجم الوداد واللي كان مكلف انه يقطع القريبه لعيب مميز جدا في الضربات الراسيه يقطع القريبه لكن الحركيه والتحرك بتاع محمد عبد المنعم وعمليه المقياس الشديد جدا من علي معلول هي اللي خلته عمل التكوف في جزء من ثانيه. هات لي بقى الفريم وهو بياخد الكره بدماغه هتلاقي جزء من ثانيه قبل سامبو عشان كده كريم هات اللي بعده هفكرك وهو بيقطع هفكرك واحنا قاعدين انا بلعبت مش دي بقى لا ارجع ماشي كمل طيب. وفي الفريم اللي هيجيب القطعه بعد دي على طول يلا دي زاويه ثانيه. بص هنا القطعه بتاعت محمد عبد المنعم ده كريم هتلاقي ان سامبو واقف ماسكه لكن الخطوه اللي خدها محمد عبد المنعم بيقرب للكوره خلت سامبو بعيد خلت سامبو في ظهر محمد عبد المنعم هو ده اللي خليته عمل التيكوف. خليني اقول لك بقى نقطتين مهمين الاثنين اللي ما خدوش حقهم هو مارسيل كولر وعمرو السوليه. قلت ليه عمرو السوليه المفروض كان ياخد حقه اقول لك بقى ايه اللي حصل في التمرين واللي احنا ما قلناهوش. التمرين الاخير للنادي الاهلي هو تمرين مغلق هو تمرين مغلق مفيش حد لا من الاعلام المصري ولا من الاعلام المغربي غطى التمرين ربع ساعه او 10 دقائق الاولانيين عاملين عمليه الاحماء وبعد كده بيخرجوا. احنا طبعا لقربنا من الفريق وان احنا اعلاميين قليلين جدا اللي كنا موجودين هناك فاحنا كنا موجودين شفنا باقي المران ما حدث بالكربون نفس الكوره مارسيل كولر وقف محمد هاني المميز جدا في الضربات الراسيه مكان سامبو رجع لي بقى الفريم اللي قبل او تاني فريم على طول او تالت فريم احنا جبناه المقطع الراسي مكان زولا مكان سامبو كان واقف بس اللي قاطع هناك جوه السته اللعيب اقرب لعيب من الوداد لعلي معلول كان واقف مكانه محمد هاني وكان واقف اللي بيعمل عمليه الرقابه هو حمدي فتحي مكان عمرو السوليه لان هو اللعيب الاساسي اللي كان بادئ المباراه ومحمد عبد المنعم في المرتين اللي اتعملوا في التمرين كان هو اللي بياخد التكليف التريك. فخلي بالك دي اصعب لان المدافعين اللي واقفين من النادي الاهلي هم عارفين انها هتتلعب هنا ومحمد عبد المنعم فهو بيصعب العمليه على محمد عبد المنعم انه يخش ياخدها لان لعيبتي زمايلي في الفرقه اللي واقفين في التمرين عارفين ان محمد عبد المنعم هيتحرك بالشكل ده وحمدي فتحي هيحجز له بالشكل ده. فكانت الصعوبه كلها ان علي معلول كان عنده الاختيار الوحيد انه يحطها على القريبه ولا يحطها على البعيده. دي المعلومه الوحيده اللي ما كانتش عند مدافعين الاهلي في التمرين ومع ذلك محمد عبد المنعم سجل منها في التمرين. مش كده احنا قاعدين مع بعض في ظل التوتر الرهيب اللي احنا كنا قاعدين فيها كريم في المدرجات قبلها بدقيقه اول ما الاهلي خد الكره الركنيه قعدت اقول الباقي اقول الباقي عشان كنت جيمي قاعد جنبي وعمال يقول كده والكره اتحسب علي معلول محمد عبد المنعم علي معلول محمد عبد المنعم الكره دخلت وكانه عارف في السيناريو سبحان الله يعني هو دي شهاده حق بصراحه. جيمي كان قاعد جنبي وبيقول علي معلول محمد عبد المنعم. اشكرك يا كريم وده جاي مش بس استنباطا ومش بس هجيب لك ان الكره دي مكرره الاهلي عملها مره واثنين وثلاثه
على فكره من قبل كمان مارسيل كولر ومع مارسيل كولر. نروح بقى بعد كده لمباراه الرجاء النسخه الماضيه، علي معلول محمد عبد المنعم بنفس الشكل. روح بقى خلاص يعني عدي لي جون الوداد، عدي لي جون الوداد خالص، وهات لي ده برده زاويه ثالثه من جون الوداد. كمل كمان، كمل كمل كمل. دي القطعه، بص يا كريم انا كنت بكلمك عليها، القطعه والتيك اوف بتاع محمد عبد المنعم عشان عارف معلول هيحطها فين بالظبط، عشان كده خدها. اللي بعده اللي بعده اللي بعده الفريم اللي بعده ده جون الرجاء يا كريم. بص انت لو انت مش مركز ان ده الرجاء، بص القطعه وبص ده كروس في نفس الملعب من نفس اللعيب بنفس الطريقه. كمل هات الفريم اللي بعده، هيخش محمد عبد المنعم هو اللي بيقطع القريبه اللي كان حاجز وراه مين؟ بص يا كريم تاني لعيب من الاهلي في الكادر ده هو حمدي فتحي، دي اللي كانت في التمرينه هي اللي دخل الجون في مباراه الرجاء. قطع محمد عبد المنعم على القريبه هدف للاهلي في مباراه الرجاء في مركب محمد الخامس بنفس الطريقه على نفس الملعب الايمن من علي معلول. هات لي بقى كمان جون بتروجيت الموسم في كاس مصر الموسم الماضي. يلا بسرعه الفريم اللي بعده على طول، يعني هات لنا جون. بص يا كريم علي معلول محمد عبد المنعم في نفس الزاويه اللي تسجل منها الجون، كوبي بيست كريدت عظيم مش بس لعلي مش بس لحمدي مش بس للسوليه او ومنعم، لا الكريدت لازم يروح لمارسيل كولر. لا اتكلم عليه كتير جدا جدا النهارده يا كريم. يلا بينا اشكرك.